نفتتح على بركة الله. دولة جارة نأمل في تغيير سياساتها السلبية. بهذه الكلمات وصف عاهل السعودية إيران، داعيا إياها إلى التوجه نحو الحوار والتعاون بدل الاستمرار في سياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار بالمنطقة. كلمات سلمان بن عبد العزيز تأتي وبلاده تعقد محادثات أمنية مع طهران، هدفها بناء الثقة بين الطرفين وتقريب وجهات النظر في عدد من الملفات. 4 جولات مفاوضات والخامسة على الطريق، وهو ما يشكل أملا بانفراجة في العلاقات المقطوعة منذ عام 2016. بالمقابل خرج وزير الخارجية الإيراني أكثر من مرة، آخرها هنا من بغداد التي ستستضيف الجولة الخامسة لتأكيد إيجابية هذه المفاوضات. يقول إن بلاده مستعدة لإعادة فتح السفارات بين البلدين وعودة العلاقات بين طهران والرياض إلى طبيعتها. لكن ورغم تصريحات التفاؤل فإن أصل الأزمة مستمر. هنا في اليمن تكمن العقدة الأهم، حرب بين السعودية وإيران بالوكالة منذ سنوات كما تقول الرياض. تتهم طهران بدعم الحوثيين عسكريا، ما يتيح لهم استهداف أراضي المملكة ومنشآتها النفطية ومواقعها العسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة، بينما تنفي إيران ذلك لتؤكد أن الدعم سياسي فقط. في لبنان أيضا يتصارع الجاران. ترى السعودية في حزب الله مصدر تهديد لها، دعا ملكها في أكثر من مناسبة لنزع سلاح الحزب متهما إياه بتعطيل مؤسسات الدولة الدستورية. على الجهة المقابلة تدعم إيران الحزب سياسيا وماليا، ترى فيه ذراعا يمكنها من مواجهة إسرائيل بالوكالة. أيضا يعد الملف النووي أحد نقاط الاختلاف. ترغب المملكة في أن تكون طرفا في مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق حتى تستطيع حماية أمنها، رغبة ترفضها إيران رفضا قاطعا، مذكرة بأن المملكة كانت طرفا في حملة الضغط القصوى التي شنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إيران، والتي شملت عقوبات أمريكية غير مسبوقة على طهران.